هل الإنسان إذا رأى منكرا أو شيئا يستطيع أن يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا كان لا يستطيع يبرأ ذمته بالقول، ينكر بالقول وهذا ما يصلح، يا أخي هذه مجلة دعها عنك لها شر، هذا كتاب لا طالع على الكتاب، وعليك الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ترشده بالكلام الطيب، طلعت مع مجلة خبيثة تدعى، عندك مجلة المجتمع، مجلة كذا، مجلة كذا، مجلة الدعوة، ترشد إلى مجلات طيبة. إذا رأيت معه جريدة رديئة تنصحه من ذلك، تقول دعها لي عنك، رأيت معه كتابا يضر تنصحه من ذلك، هكذا المؤمن ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا يضاربه ولا يفعل شيئا يجر على نفسه شرا، ولكن بالكلام الطيب كما أمر الله بذلك، يدعو الناس بالحكمة، حكمة العلم، المعاملة الحسنة، ودلهم بالتي أحسن. فيبتغى سوى ذلك وانت على خير العمل، الا الذي ظلم المدعو جاز ان يخاطب بالعنف والشده، فان مثل ما سمعتم الشايخ اللين له محل والشده لها محل، فالاصل هو اللين والاصل هو الرفق والحكمه، ويحمد الرفق ويحمد الخير كله، هذا هو الاصل في الدعوه والتعليم، لكن اذا تعدى المدعو الحدود وتجاوزها وظلم فانه يخاطب بالذي يليق به من الشده والتقريع والتوبيخ، بل يحتاج إلى تأديبه إذا أساء القول وأساء العمل، وقدرة على تأديبه حتى يتقوم وحتى يصلح، فهذا مطلوب.